انا نهيلة بوطعام، كنت باشلور، من بعد جا واحد القرار من الوزاره بانه غادي يرجع، ما غاديش يبقى باشلور، غيولي ليسونس بروفيسيونيل ديكسيلونس. صافي اختاريت انا ليسونس بروفيسيونيل ديكسيلونس. هو ما كاين حتى شي تغيير بينه وبين الباشلور، من غير انه ولا 3 سنين ما بقاش 4 سنين. ديك العام اللي كانت زايده غادي تولي في الماستر، يعني عامين الماستر 3 سنين ديال ليسونس بروفيسيونيل ديكسيلونس. صافي يعني كيبقاو نفس المواد نفس لي بروف. صافي يعني ما كاين حتى شي تغيير. لا لا ما كاين حتى شي تاثير، بالعكس عادي. كان تعامل مزيان، تعاملوا مزيان، شرحوا لنا مزيان، صافي شرحوا لنا شنو بانه اللي راه ما كاين حتى شي تغيير علينا، بلي داكشي اللي قلنا في الاول هو اللي غادي يكون غير بلاصه 4 سنين غتولي 3 سنين، والسميه اللي تبدلات. صافي هذا ما كان. انا درت ماركتينغ والكوميرس، كيعجبني هذا المجال، وصافي داكشي باش اختاريته. صافي داكشي اللي بغيت انا اختاريته. صافي يعني كل واحد حر كيفاش غادي، كيفاش كيفكر هو وشنو بغى يختار هو. المهم زعما انا اللي عاودوا ليا واللي سمعت بانه هاد التخصص هذا مزيان، وهاد ليسونس بروفيسيونيل ديكسيلونس، وسولت قالوا ليا بلي مزيان. صافي قررت نشجع ونديرو، وصافي اللي دارها الله هي اللي تكون. السلام عليكم، هاجر الزهراوي، اتيدونت اون باشلر ماركتين اي كوميرس. اليوم جينا كانت عندنا كونفيرونس في لونيفرسيتي مولاي اسماعيل مكناس، قالوا لنا انهم عندنا واحد لو شوا اننا نديرو ليسونس بروفيسيونيل ديكسيلونس. اختاريتها اليوم، درت ماركتين اي كوميرس. غادي نقراو لا ليسونس، نشدوها في 3 زون بلاس 4 ans اللي كانت عندنا في باشلر، افيك داك لي ستادي سكيلز ولي سوفت سكيلز اللي كنا كنقراو ولي لونغ، كلشي غيبقى هو هذاك. جا اليوم لو دوايان وشرح لنا كلشي، طرحنا عليه التساؤلات اللي كنا باغيين، عرفنا كلشي وتقبلنا الفكره، حيتاش عارفين انا لونيفرسيتا تختار داكشي اللي على حسب السنوات، على حسب راتراباج كيفاش ندوزو، على حسب لي موديول واش غيبقاو نفسهم، واش يتبدلوا، واش نقدروا نديروا تخصصات اللي كنا باغيين ولا تحرمنا منهم. وخلاص كان بامكاننا نديرو ليسونس فوندامونتال اللي بغا ينسحب. ملي سمعنا القرار ديال الوزير ما متقبلناهاش، حيتاش قالنا انه تلغى الباشلر نهائيا، وما عرفناش المسار ديالنا كطلبه شنو غيديروا بينا، وشنو واش غيضيع لنا العام، تحتنا انا بلونش ولا شنو. ومن بعد شرحنا لو دويان كلشي، الاطر ديالنا كاملين، ولو دويان والاساتذه ديالنا كانوا واقفين على لا ليسونس الجديده بروفيسيونيل ديكسيلونس، وشرحوا لنا كلشي وعاونونا. انا ليسونس بروفيسيونيل ديكسيلونس اون ماركتين اي كوميرس. انا كنت باغا ندير الماركتين، وفي باشلر كنت نيت ماركتين اي كوميرس، وبغيت نكمل في هذا. بالنسبه للطلاب اللي ما تقبلوش هذا الشيء، راه لي دوايا ولا الوزير راه اختارنا هذا الشيء زعما في صالحنا، وباقي عندنا امتيازات بالنسبه اللي بغاو يمشيو للدول الاخرين، ولا راه نفس الحاجه زعما نفس بحال باشلر. المهم انا كنت باشلور، كنت في الباشلور وتحيد، ودابا صافي وليت في الاجازه المهنيه لحيت تميز، وصافي كنت عامل زويون. المهم شرحوا لينا كل شيء بالتفصيل، وصافي شرحوا لينا زعما شنو غادي يكون عندنا، وهذا زعما نفس المواد ما غاديش يتبدلوا، ونفس الاساتذه ما غاديش، لا ما كاين حتى شي تغيير. لا حيت في الباشلور كانت 4 سنين، ودابا بلاصه داك العام صافي غادي ندوزو في الماستر، كون عندنا عامين في الماستر وثلاث سنين ديال الاجازه. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.